السلام عليكم. الجبوري في الإقليم والحكيم يطرح مشروع الكتلة العابرة للمكونات. الأحرار ينتظرون ما يقول الصدر، أما الكرد فيراقبون، وليس هناك موقف واضح من اتحاد القوى. فهل نعيش حالة الانسداد السياسي؟ أزمة المحاصصة هل نجحت بسحبنا نحو أزمة وجود سياسي؟ الكرد بدورهم لماذا يبحثون لهم عن ضامن في بغداد؟ ثم هل الاستحقاقات المستقبلية أثر على مواقف الجميع؟ يا ترى هل سيطاح بالعباد؟ وإذا ما أطيح به فمن البديل؟ تشكيل الكتلة العابرة للمكونات هل هو أمر ممكن؟ بعد ذلك لماذا لم يجري الحديث عن هذه الكتلة من بعض الكتل سابقا؟ من الجهة الأخرى التيار الصدري هل هناك محاولات لعزله؟ وفي الإطار نفسه في الوقت الذي يعتكف فيه الصدر نتساءل ماذا عن موقف الأحرار؟ وقفتنا هنا لنتبين هل وصلنا إلى مرحلة الصدام أم إن الانفراج أمر متاح؟ للحديث عن ما ذكر في مقدمة هذه الحلقة انضم معي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صباح زنجناسي. صباح، بداية مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. لك التحية. وينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل رئيس كتلة الوركاء النيابية الأستاذ جوزيف أصلاوة. سي جوزيف، بداية مرحبا بك. مساء الخير وتحية طيبة لكم جميعا. شكرا لك التحية. ومن المؤمل أن ينضم معنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد عضو ائتلاف المواطن الدكتور محمد جميل المياحي. نشرع بالحديث معكم سيد صباح، يعني هل تخطينا مرحلة الحديث عن أزمة المحاصصة؟ يبدو أنها ليست المشكلة الآن، يعني نحن نعيش اليوم أزمة تمسك الكتل السياسية بموقفها وحضريها النيابي والوزاري. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم الموقرة ولضيوفك الكرام. لك التحية. نعم، حياك الله. الأزمة الحالية التي تحصل يعني وجدت في الساحة العراقية ما هي إلا تراكم لأزمات سابقة، وأيضا تمخضت عنها أزمات داخلية، وداخل الأزمة هناك أزمة. إذن هناك حلقات من الأزمات المتداخلة، قد تكون متداخلة وقد تكون يعني أحداهما في بطن الآخر أو تكون متشابكة كما هم. بالنتيجة هناك عملية تأخير لمسألة إعطاء القرار وإنقاذ المواطن. اليوم المواطن حينما لم يندفع أكثر لأجل إزاحة كل الموجودين عبر وسائل أخرى غير الوسائل السلمية، مع قدرة المواطن على أنه يفعل هذا الشيء، ولكن المواطن كان واعيا لدرجة كبيرة يقول إنما أنا جئت بهؤلاء بعملية انتخابية ويجب أن أصححهم أو أصلح الأخطاء التي دخلوا فيها بعملية إصلاحية من خلال الضغط عبر التظاهرات وغيرها. ولكن أنه السياسي إذا يلتجئ إلى نقاط أخرى وهي إلى الحيل، حيل عملية التأخير وعمليات خلق أزمات داخلية، أزمة داخل أزمة، هذا يعني أنه يمدد عمره إلى حد قريب شهر أو شهرين من الانتخابات القادمة، وبالتالي هذه الأمور أصبحت يعني لا تنطلي على الساذج من المواطن. فكيف بالمواطن الواعي الذي يدرك تماما بأن أغلب هكذا مسرحيات باتت مكشوفة وباتت أسطوانة مشروخة وأسطوانة معادة؟ لهذا أرى بأنه اليوم السياسي عليه إذا فكر يريد أن يلعب عليه أن يأتي باللعبة غير مطروقة أولا، ثم هو لا ليس بصدد أنه يلعب، هو أمام قضية كبيرة جدا. هل حينما جاء به من أجل سواد عينيه أم من أجل أصله ونسبه وفصله وما إلى ذلك؟ إنما جاء به لكي يحقق هدف طلبه منه المواطن،
ولكن إذا انصب هدفه بأن يخدم حزبه ويخدم فئته ويخدم كتلته فقط أو يخدم جيبه وعائلته، هذا طبعا المواطن سوف يشعر بنوع من النفور. لهذا نحن لا نريد أن نقلل من حجم هذه الملايين الغاضبة التي ظهرت إلى الشارع، إن كانوا من التيار الصدري أو كانوا من المدنيين أو كانوا من مختلف قطاعات المجتمع العراقي الذي كل يحمل هما. هؤلاء لا نلومهم في أي لحظة، لأنهم كانت لديهم آمال تحطمت أمام جدران المنطقة الخضراء، بالتالي هؤلاء يريدون أن يأخذوا بحقوقهم، وهم لا يريدون أن يقتلوا الموجودين كما يصور وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام، ولكن هم يريدون أن يعالجوا الخطأ جهد الإمكان حتى وإن كان بهذه الوسائل المتاحة كالتظاهرات وما إلى ذلك. نعم، اسمح لي أن ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد عضو ائتلاف المواطنة الدكتور محمد جليل المياحي. سيد محمد، بداية مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبضيفك العزيز. لك التحية. سيد جوزيف، يعني كيف تنظرون إلى مجمل ما يجري في البلاد؟ يعني أنا أثني على تحليل ما قدمه أستاذ صباح سنجنة. نعم. أنه هذه بدون أدنى شك نتائج تراكمات، وأضيف إلى ما تفضل به الأخ المحلل السياسي، الشعب العراقي أصبح فاقد الثقة بالسياسيين العراقيين لأنهم أطلقوا الوعود كثيرا، وكذلك أطلقوا كلاما معسول للشعب العراقي، ولكن بالنهاية كما تفضل أيضا أن المواطن واعي جدا بأنه لا يعقل أن يكون بلد كعراق يمتلك كل هذه الخيرات ويمتلك كل هذه الحضارة ويمتلك كل هذه الإمكانيات الإنسانية وهذا حاله حقيقة. يعني هنالك جوع، هنالك فقر، هنالك أمية، هنالك فلتان أمني، هنالك ناس قابعة في السجون، هنالك ناس تضحك على ذقون الشعب العراقي. فلا أنت ما أعتقد سيد جوزيف تستمر أنت في أربيل الآن، وهذا ما يدفعني إلى أن أطرح عليك هذا السؤال. يعني الكرد يطلبون بضمانات للعودة إلى بغداد، هناك ما يرى أنها ليس ورقة ضغط، ليس إلا، يعني هل هذا الأمر وهذا الطلب منطقي واقعي؟ لاحظ سيد الكريم، أنا حينما أتحدث أنا لا أستثني من إدانة أي مجموعة التي يسمون أنفسهم بالكتل الكبيرة، فما وصلنا إليه هي أسباب مأساوية، وجميعهم متهمون بهذه العملية من الشيعة إلى السنة إلى الكرد، لأنه باسم الغالبية وباسم أنه هنالك كتل كبيرة أوصلوا الشعب إلى ما وصل إليه. أما بخصوص أنه هي ورقة ضاغطة، يعني أنا أعتقد الإخوة الكرد أنا تفهم مشاعرهم وما تعرضوا له من أعضاء البرلمان الموقرين، يعني سواء كانوا كرد أو غير كرد، من الضرب، يعني هذا حالة مدانة وغير ما، يعني إلى حد ما أقول غير مقبولة، يحق لي أن أقول غير مقبولة، ولكن في نفس الوقت علينا أن نتفهم أن الشعب العراقي بملايينه وصل إلى حالة مزرية. فأنا أعتقد على الكرد أن يعودوا إلى البرلمان، يعودوا إلى البرلمان ويجيدوا الحلول ولا يقطعوا الحوار لكي نخرج بنتيجة إيجابية لجميع الشعب العراقي. سيد المياحي، بعد التحية، هل نعيش حالة انسداد في العملية السياسية أم ماذا؟ بالتأكيد اليوم العملية السياسية تمر في مخاضات عسيرة وانسداد سياسي، لكن أيضا هذا الانسداد لا يخلو من إيجابية. نحن اليوم علينا جميعا أن نؤمن نؤمن بالاختلاف داخل القانون، داخل إطار القانون والدستور،
لحد هذه اللحظة كل الخلافات ما عدا بعض ربما التصرفات الغير قانونية التي ربما كانت باجتهادات شخصية أوصلتنا لبعض المتاهات. بطبيعة الحال العملية السياسية اليوم لا يمكن أن تنتج إنتاجات سلبية بعد ما مرت به من مخاضات وما هذه التظاهرات وهذا الضغط الشعبي وضغط المرجعية الإيجابي وبعض القوى التي كانت تؤمن وربما بعضها ما زال يؤمن إنها أكبر من الدولة وأنها ستستمر في الاستحواذ على الدولة ومقدرات الدولة إلى ما لا نهاية. نحن نعتقد اليوم يجب أن تتمخض عن هذه الأزمة إرادة إيجابية، كتل يعني تقود المرحلة القادمة وفق النظام الديمقراطي النيابي الذي اليوم هو دولتنا. وفق هذا النظام نعتقد اليوم مجلس النواب هو السلطة الرئيسية، هو مصدر السلطات، علينا المحافظة على مجلس النواب. لا يمكن اليوم أن نسمح بتعطيل مجلس النواب. بطبيعة الحال مجلس النواب يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى قوة معارضة داخل مجلس النواب. كل ما يجري اليوم من الناحية القانونية والدستورية اليوم فيه إيجابيات كبيرة. الأزمة أزمة سياسية، لم تكن اليوم أزمة بين شيعة وسنة أو كرد وعرب. يعني الشيء الإيجابي في هذه الأزمة هي أزمة سياسية، لم يتحدث شخص عن أنها موجهة ضد طرف سني أو شيعي أو كردي أو ما شابه. علينا أن ننتج حلا إيجابيا، لا نتعامل مع الدولة بعدائية ولا نتعامل كأننا نحن أوصياء على الدولة وكأنما البعض يتصرف كأنه هو القانون وهو الدستور وهو يريد أن يرى يحقق إصلاحات ما من وجهة نظره. كل منا اليوم ينظر إلى جانب من الحقيقة، لا يمكن لجهة معينة أن تمتلك كل الحقيقة. علينا الإيمان بالحوار، الإيمان بالدولة، وعلينا الإيمان بعدم الرجوع إلى نقطة الصفر التي أوصلتنا لما نحن عليه اليوم. ماذا عما قيل أن التحالف الوطني وحزب الدعوة بالتحديد يدرسان مقترح إيجاد بديل للعبادي؟ يعني حزب الدعوة اليوم ليس بإمكانه تغيير السيد العبادي، والسبب اليوم هناك انشقاق داخل كتلة حزب الدعوة. هناك طرف مؤيد للسيد المالكي وهناك طرف مؤيد للسيد العبادي. الطرف المؤيد للسيد المالكي وهو الطرف الأكثر هم ربما يعتقدون للحظة أن السيد العبادي لا يمثلهم، لكن قرار تبديل السيد العبادي هو قرار تحالف وطني، وقوة التحالف الوطني في أي لحظة ما قررت أن يستبدل السيد العبادي ستتجه لتغييره. العراق أكبر من الشخوص، لا يمكن أن نقف على شخص. لكن المرحلة الحالية اليوم مثل ما أخطأ أنا أسأل سيد محمد، هل هذا الحديث جرى فعلا أم لم يجري هذا الحديث؟ يعني هناك المفاتحات، ليس حديث فقط، هناك مفاتحات وحوارات وهناك قوى تطلب منا ومن قوى أخرى باستبدال السيد العبادي. لكن نحن إلى أي مدى وصلت هذه المفاتحات سيد محمد؟ يعني أعتقد يعني وصلت إلى ربما يعني بعض المصدات اللي كما قلت لك هي ما زالت يعني لا تأخذ طابع الرسمي 100%، بل هي مفاتحات ومحاولات للحصول على تأييد واسع لموضوعة استبدال السيد العبادي. أنا أقول لا نخطأ مثل ما خطأ السيد العبادي عندما شخص الأمر وقال للرأي العام بأن المشكلة في العراق هي في الوزراء، وأنه سيحقق الإصلاح وستتحقق الخدمات وستتحقق الأمن عندما يتغير الوزراء. سنتحدث في هذا سيد وأصبح محمد. الإصلاح عبارة عن ظاهرة صوتية لا أساس لها. سنتحدث في هذا سيد صباح. الجمهوري في كردستان الحكيم يطلق مبادرة لكتلة عابرة للمكونات، العبادي والصدر يراقبان، وفق هذه المعطيات كيف لنا استشراف القادم؟ طبعا القادم يعني يبين بما لا يقبل الشك بأن السيد العبادي سيتغير بشخص آخر يتفقون عليه، وأعتقد بأنهم هم ربما قد حضروا هذا القربان لكي ينهوا به هذه الأزمة وهذا الاختناق السياسي الكبير الذي لم يشهد له تاريخ العراق الحديث يعني أي نوع يعني بهذا الاختناقات. شاهدنا كثيرا مسألة الصراع على السلطة والتمسك بالكرسي في اللحظات الأخيرة، ويحاولون أنهم يأتون الهدف في الوقت الضائع يعني الرؤساء، ولكن بالنتيجة كانت هناك نوع من الاختناقات وانتهت. لكن ما نستشفه من خلال متابعتنا أن لخط السيد مقتدى الصدر ولكتلة الأحرار
أنهم داعمون إلى اللحظة للسيد العبادي. يعني بالتأكيد الدعم كان والفرصة كانت متاحة، يعني لنبتعد عن دعم السيد مقتدى الصدر ودعم الجماهيري لسيد العبادي. كان أمام سيد العبادي مساحة كبيرة جدا وواسعة وأرضية خصبة متمثلة بالمرجعية، مرجعية السيد السيستاني في حينها، وكانت هناك أرضية أخرى أيضا أن المجتمع التيار المدني أيضا كان له هذا التوجه، وانضم أيضا التيار الصدري وأصبح القوة أكبر والمساحة أوسع للسيد العبادي. ولكن حينما تصل الأمور إلى هكذا اختناقات فأعتقد بأنه لابد أن تكون هناك تضحية. السفينة أو القارب إذا وشك على الغرق لابد من تخفيف الحمل، وأعتقد بأنه سوف يكون السيد العبادي الحمل الثقيل الذي يلقى به في البحر لكي ينهو به هذه الأزمة. وربما يعني الأمر من خلال المعطيات، هل يمكن لكتلة الأحرار والسيد مقتدى الصدر أن يتخلوا في المنظور القريب عن السيد العبادي، يتخلون بمعنى أن القبول برئيس وزراء جديد غير العبادي؟ لاحظ عزيزي، اليوم البناء السياسة تبنى على المصالح، لا أعني هنا المصالح الأفراد أو الأحزاب، أعني هنا مصالح المجتمع ومصلحة الشعب. وأحيانا مصلحة الأحزاب مرتبطة بمصلحة الشعب بقوة كبيرة. لاحظ أن السياسيين حينما أخفقوا في إدارة الدولة وانتهى الأمر إلى إخفاء أو يعني فساد مالي نحو 700 مليار دولار عراقي، هذا يدل على شيء، فإنما يدل على أنه كانت هناك سياسة فساد هي التي كانت تسير في الدولة العراقية. بالتالي المواطن حينما يكون ضاغطا يكون ضاغطا باتجاه تصحيح هذه الحالة، وغير مستبعد أنه المواطن يتجه باتجاه إبقاء العبادي أو إسقاط العبادي إذا كان مصلحة العبادي تتوافق مع رؤية حزبه أو رؤية الكتلة وتختلف مع رؤية المواطن. أعتقد بأنه نعم السياسة مبنية على المصالح، ولكن مصلحة المواطن هي أكثر الأمور التي اليوم المواطن هو بدأ يبحث عن هذه المصلحة أكثر من الشخصيات السياسية. فيما يرتبط بكتلة الأحرار فأعتقد الأحرار يعني بحسب ما شاهدناهم وجدناهم بأنهم هم يميلون إلى ما يريدون تخفيف وطأة الأزمة على الدولة العراقية لا فقط على الحكومة. يعني حينما حصلت هناك خروج المواطنين إلى الشارع كانت الغاية عملية إصلاح الوزارات والكابينة الوزارية، انطلق الأمر إلى الأبعد وإلى الأخطر وهي إنهاء الدولة العراقية وإدخالنا في الفراغ الدستوري وهي إنهاء الرئاسات الثلاثة. هذه طبعا تعتبر طامة كبرى باعتبار السيد العبادي الذي هو يمثل بوصفه وزيرا رئيسا للوزراء، هو يمثل أيضا القائد العام للقوات المسلحة، وهو أيضا مرتبط به كرئيس دولة، مرتبط به وزير الدفاع ووزير الداخلية الذي كان خطان أحمران بالنسبة للمتظاهرين بأنه إذا غيروا هؤلاء لا يغيرون، باعتبار أنه لدينا مشكلة كبيرة. لو كانت القضية خروج المواطنين خروجا طائفيا لما أقبلوا بأنه وزير الدفاع بقي سنيا ووزير الداخلية بقي شيعيا، ولكن ابتعدوا عن هذا الإطار الضيق إلى إطار أوسع بأن هؤلاء يمتلكون الخطط الحربية لحماية الداخل وحماية الخارج. وإذا ما اتجهت الاتجاهات بإسقاط هذه الرئاسات الثلاثة بما فيها رئاسة السيد العبادي، معناه أنه حتى أسقطنا وزير الدفاع والداخلية. لهذا كان يعني انذار خطر بالنسبة للأخوة في التيار وحصل الانسحاب. نعم سيد جوزيف، يعني أنا أستثمر وجودك في أربيل وقربك من القيادات في كردستان لأسألك عن الموقف الكردي. الكرد ليس عليهم إلا المراقبة وما يصفر عنه الحراك السياسي، يعني هم لا يطرحون أي بديل، هم ينتظرون فقط. يعني اسمح لي أن أعلق قليلا على ما تفضلوا به ضيوفك الأكارم. نعم. قبل العودة إلى جواب سؤالك الموقف. نعم. يعني للأسف الشديد نحن نسمع من السياسيين العراقيين الذين نصبوا أنفسهم سادة على الشعب العراقي يترددون مفردة الديمقراطية والديمقراطية كذا والديمقراطية كذا وهكذا الديمقراطية، ولكن للأسف الشديد مجردة من روحها. لحد هذه اللحظة لم نسمع وزير استقال، رئيس كتلة قال أنا يجب أن أفسح المجال للآخرين ليقدمون. يعني لاحظ أنا سوف أسلط الضوء على أنه هنالك قبل أيام تم تنصيب عمدة لندن، هو من أصول أو بالأحرى هو أتى إلى لندن وهو يافع، هو عربي، هو مسلم، هو باكستاني،
وأصبح عمدة لمدينة لندن. ونحن هنا في العراق متمسكون، رئيس الوزراء يجب أن يكون شيعة، ورئيس البرلمان يجب أن يكون سنة، ورئيس الجمهورية يجب أن يكون كرديا. ما هذا يا جماعة الخير؟ أما بخصوص جواب سؤالك، أنا أعتقد النتيجة هي نفس، يعني تعود إلى نفس ما قلته. اليوم من يسمون أنفسهم الأغلبية يريدون تقسيم العراق أو تقسيم كعكة، يعني الكرد لا يقبلون بتغيير وزرائهم لأنهم يعتبرون أنفسهم هم جزء أساسي من الشعب العراقي ومن الحكومة المركزية. الإخوة الشيعة غير مستعدين لتنازلوا عن رئاسة الوزراء. الإخوة السنة يقولون هذا استحقاقنا ويجب أن يكون لنا رئاسة البرلمان. ما هكذا تدار دولة، ما هكذا يقاد الشعب. الشعب، أنا أطالب الشعب أن لا يسمح أكثر باللعب بمقدراته مما لعب باسم الطائفية، باسم القومية، وباسم الإيديولوجيات. سيد محمد، يجري الحديث عن شخصيات منهم محمد الشيعة السوداني، عادل عبد المهدي، طارق نجم، عماد الخرسان. الحديث عن رئاسة الوزراء يعني لربما يكونون بديل عن السيد العبادي. يعني أولا أنا أتحافظ على الكلام اللي يتفضل به السيد نائب، ونتمنى يكون أكثر موضوعية. هو نائب يمثل العراق، عندما يتهم الجميع ويعمم، وهو يعني من جبهة المعتصمين الذين كانت شعاراتهم وحدوية ووطنية والإيمان بالدستور. أتمنى لا يكرر بعض الذين المأزومين والمهزومين. هو الذين تحدث بعموميات، لم يشخص. نعم، لم يشخص لا عزيز أحد. عندما يقول الجميع لم يقدموا وزاراتهم والكل متمسكين بوزاراتهم وهؤلاء لا يمثلون الشعب، أنا أعتقد هذا كلام في هذا كبير. كلام عمومي عزيز، خلي يحدد. هو نائب اليوم، يتمنى أكون بموضوعية أن يحدد من هم هؤلاء. ليش احنا نتكلم بمثاليات وننطبس عموميات للناس؟ خلي الناس تعرف، خلينا نصارح الشعب العراقي من هو، ما هو الإصلاح أولا، وكيف يتحقق الإصلاح. لنصارح الشعب العراقي. نعم. والرأي العام، من هو رئيس الوزراء القادم؟ رئيس، أولا اليوم من المبكر أن نتحدث عن رئيس وزراء قادم. ما زالت حظوظ السيد العبادي لحد هذه اللحظة متوفرة، لم يكن هناك لحد هذه اللحظة قرار باستبدال السيد العبادي. وعندما يكون هناك قرار لاستبدال السيد العبادي، العراق فيه كثير من الشخصيات. لا يتوقف العراق على شخص معين، ولا يمكن أن نربط مصير العراق بشخص معين أو عدة شخص. الأسماء التي طرحتها أسماء يعني محترمة ومقدرة، لكن أيضا هناك ربما اليوم حراك سياسي لتشكيل كتلة عابرة. هذه الكتلة اليوم هي التي ربما ستقرر هل يبقى السيد العبادي أم يتم تغييره. وهناك اليوم كثير من الرؤى والأفكار. نعتقد نحن كمجلس أعلى السيد العبادي الأهدر فرصة ذهبية عندما كان هناك دعم شعبي ودعم مرجعي ودعم سياسي، لم يستثمر الفرصة. وعندما عاد الضغط الشعبي إذا ما تحدثنا عن الكتلة العابرة، ما نسبة تحقق مثل هذه الكتلة اليوم؟ يعني المعطيات السياسية الآن المتوفرة لدينا هناك إيجابية كبيرة وقبول. يعني نتحدث عن توقيتات سيد محمد، الوقت ضيق جدا. نعم، هذا الأسبوع لا تكون هناك جلسة في مجلس النواب، تحتاج تنضيج الفكرة. الآن هناك مفاوضات، وهناك فريق من المجلس الأعلى يتفاوض مع الكتل السياسية. هذه الكتلة كتلة مشروع، لا نريد لها أن تكون كتلة مثل ما كانت كتل سياسية ربما لم تأتي. هذه الكتلة مهمتها ستكون في البرلمان، تدعم الحكومة. الحكومة القادمة وفق معطياتنا يجب أن يكون رئيس الوزراء، حتى لو بقي السيد العبادي، عليه أن يستقيل من حزبه أو يجمد عضويته في حزبه. الوزراء الذين سيتم اختيارهم عليهم أن لا يكونوا حزبيين، يتعهدوا بعدم ترشيح للانتخابات، لا يمارسوا دور سياسي في وزاراتهم. هذا المعنى الحقيقي. يعني الذي سيد محمد، ماذا عن الشارع؟ الشارع ينتظر، هنالك مظاهرات، هنالك يعني اعتصامات موجودة. نعم، الشارع يريد إصلاح، يريد خدمات، يريد كهرباء، يريد القضاء على الفساد. هذه المفردات التي خرج من أجلها الشارع. اليوم احنا من سنة
نعم. ماذا تحقق؟ حائرين نعم. نغير فلان ونجيب فلان نعم. وهذا زين نعم. وهذا مو زين. وخلينا القضية انحراف جوهر الإصلاح. هناك نعم. من يريد أن يحرف بوصلة الإصلاح حتى تبقى الدولة العميقة يبقى الذين يسيطرون على وضحت الصورة المنزل. سيد صباح، يعني هل نحن اليوم أمام متغيرات في آليات التعامل مع الانسداد السياسي بحيث يعني تعصف كل تلك الآليات المتبعة ربما بكرسي رئاسة الوزراء؟ أعتقد اليوم الآليات هي أصبحت آليات كلاسيكية قديمة جدا كما أسلفت قبل قليل، وقلت بأن السياسي اليوم سوف يبحث عن آليات غير مطروقة لم تطرق على لسان المتابعين السياسيين ولم تأتي إلى رؤية المواطن. أما أننا نهدم البنيان القديم ونؤسس بنفس يعني اللبنات بناء آخر، فأعتقد أن العملية محتاجة إلى حتى لبنات جديدة. الأس السياسي كان أسا فاشلا حينما اعتمدوا على قضية الطائفية وغيرها، وكما أسلف ضيفك الأستاذ جوزيف حينما قال بأنه قضية رئيس الوزراء شيعي ورئيس البرلمان سني ويعني رئيس الوزراء شيعي وغيرهم، هذه يعني الأمور هي أمور غير دستورية، وإذا دخلوا في مشكلة سوف يقول نحتكم إلى الدستور. أقسم بالله منذ أن كانت أغلب المشاكل إلى اليوم لم تحل دستوريا، بل حلت تحت الطاولات أو في الدهاليز بين البرلمانيين بين السياسيين أنفسهم. يعني وأنا على يعني على يقين تام أنه حتى مسألة أنه الاحتكام حول مسألة ما إذا كان السيد سليم الجبوري هو يمثل شرعية البرلمان أو لا يمثل، وحينما رفع ورقة إلى المحكمة الاتحادية، أعتقد بأن المحكمة الاتحادية سوف لن تبث بهذا الأمر بسهولة وتنتهي الأمر بالاحتكام السياسي. إذن لا يوجد هناك، وأنا لا أريد أن أعمم في عبارتي، لا يوجد هناك ممن يحترم القانون اللعبة السياسية. كل الأمور حتى الذي يريد أن يسرق بنك أو يسرق لديه لعبة في عملية السرقة، الذي يريد أن يؤسس دولة لديه اللعبة، هؤلاء تعرفوا على الاحترافية في الإبقاء الأزمة لكي يعتاشوا. يعني اليوم إذا سألنا دفان نقول له شنو أمنيتك بالحياة، يقول الله يكثر الموتى، لأنه هو يعتاش يعيش على أنه أن تكون هناك شخص يكون هناك شخص يموت وما إلى ذلك. لهذا أنا طبعا أرى من الضروري جدا يعني كما تفضل السيد النائب الأستاذ نعم. محمد المياحي بأن تكون هناك فكرة تجمع كل الآراء عابرة لمسألة الطائفية لا بأس، ولكن إذا لم تكن بالطرق السابقة بالوسائل السابقة المطروقة نعم ينبغي نعم. تكون هناك تنازلات. من بين هذه التنازلات نبتعد عن قضية أن رئيس الوزراء يجب أن يكون شيعيا، هذه نبعدها، رئيس نعم. البرلمان يجب أن يكون سنيا نبعدها، رئيس الجمهور يجب أن يكون كردي، هاي أول الأمور إذا حققناها هذا يعني بأننا قد وضعنا قدمنا على السلم الأول في عملية التغيير وعملية أنه نحول المواطن إلى مواطن يتسم بروح المدنية بالتغيير والتعاطي مع السياسة برؤية، لا أنه يعني من الذي خلق نوع من الهمجية لدى المواطن؟ نعم أخي نوبات المواطن حينما يعني يتعكز على القوة من أجل التغيير، ولا أقصد به هؤلاء الناس الذين وقفوا على أسوار الخضراء بكل أدب أو الذين حتى دخلوا بكل أدب، لكن أقول على أولئك الذين حولوا مسألة القوة إلى العنف حينما حاولوا هذه، يعني لابد أن كان هناك تراكمات كبيرة جدا، لأن في كل يوم يسمع الكثير نعم. من الأمور ولكن لا يجد بأن هناك تصحيح للمسارات الخاطئة. لما لم يحسب الأمر داخل مجلس النواب؟ لما وصلت الأمور إلى الشارع؟ أحسنت، أنا أشكرك على هذا السؤال الجوهري. اليوم الشارع حينما وضع أصابعه البنفسجية ووضع أسماء مرشحيه في الصندوق الانتخابي يقول أنا أريد أن أقلل الضغط، أنا أريد أن أقلل حجم الضغوطات عليك، من بين كل نائب يمثل 100,000 واحد 100,000 نسمة أنت تمثلون اليوم، ولكن أنت حينما تدخل ومن تتحول من ممثل لي إلى ممثل علي عندها لا، يعني ممكن أنا أحاسبك أقول لك يعني أنا ما خليتك هناك من أجل أنك تستثري من خلالي، أنا حطيتك على مود تكون أنت عندك صاحب رؤية. ويعني اليوم أنا هناك لائمة أيضا وجهي للمواطن العراقي، يعني اليوم واحدة من أسباب الطامة الكبرى التي نحن فيها بأن المواطن أساء اختيار البعض، أساء اختيار نعم. البعض، كما أن البعض من المواطنين الواعين ذهبوا باتجاه اختيار أناس يصلحون لهذا المكان ويقاتلون من أجل أنه يوصل المواطن إلى بر الأمان مثلما أوصل المواطن الفرد إلى البرلمان. نجد بأنه من الضروري جدا أنه
أنه يشكر هذا المواطن، لا أن يهان، هذا يقول نلقي القبض على من كان معتصما، وذاك يقول ذهبت هيبة الدولة، وهذا في كل يوم يأتوننا بحديث، ولا أريد أن أعيد الآن ما تطرح في وسائل السوشيال ميديا والفيسبوك وغيرها من الأمور التي وصلت إلى درجة الضحك ومع الدمع، يعني أيضا المواطن يضحك وهو غزير الدم. لهذا أرى من الضروري جدا بأنه السياسي اليوم إذا يريد أن يحقق حق، إذا يريد أن يحقق عليه أن يلملم الشتات. المواطن نعم. قال أنا وضعتك لا لكي طيب. تتصارع، العفو فقط أكمل عبارتي نعم. أنا وضعتك، لم أضعك كمصارعة حرة بين شخصيتين معروفين من مصارعين حرين ثم أصفق لك، أنا كل يصفق لي طرفي، ولكن وضعتك لتحل المشاكل، لا أن أنا آتي إليك كل يوم بالخضراء وأضغط عليك في سبيل تحل مشكلة. يا أخي كفوا المواطنين عملية الضغط، أنتم خففوا نعم. الأزمة نعم. سيد جوزيف، يعني إذا ما تحدثنا عن كتلة عابرة، تشكيل هذه الكتلة بين طرفين سياسيين، هل سيمثل استحقاق سياسي قادم في الانتخابات مثلا، الاتفاق على رئاسة الوزراء، البرلمان، الجمهورية، تشكيل الوزارية؟ نعم، أولا سيد محمد مياحي طالبني أن أكون صريحا، ولكن أرجو أن لا تكون صراحتي جارحة ومؤلمة، ولكن مثل ما هو يمثل الشعب أنا أيضا أمثل الشعب، فسوف أجيب على ما طرحه. أنا أعتقد الدولة لا يمكن إدارتها بهذا النفس الطائفي، أن تكون مقسمة الرئاسات بين هذه المجموعة وتلك المجموعة. وأطالب سيد المياحي على الأقل أن يقدموا طلب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي التخلي عن رغبة أن يكون رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب العراقي أن لا تناطوا بكتلة المواطن مثلا. هل أنت مستعدون لهذا الشيء؟ سوف لا أطالب شيء آخر لكي نقنع الشعب. سيد محمد لك أن تجيب عن تساؤلاتك. سيد جوزيف دع سيد محمد يجيب عن تساؤلاتك. سيد محمد لك حق الرد. يعني الحبيب قضية تفصيلات اليوم في مجلس النواب، نحن لم نلزم شيء ولم نصر على شيء، لكن أكو موضوع يجب إحنا لا نتغافل، أكو فرق بين التوازن وإدارة المكونات وبين المحاصصة، لا نخلط اليوم. وصلت الفكرة سيد جوزيف، لك أن تكمل. أوكي. نعم. عموما أنا أعتقد يعني الكل أصبح يعلم أنه العراق هناك كعكة قسمت وآلة الأمور إلى ما آلت إليه. أما بخصوص أن يكون هناك كتلة عابرة للطوائف، أنا أعتقد بعدما فشل المشروع الطائفي وبعدما يعني الشعب حس بأنه العراق لا يمكن أن يدار بفرض الإرادات على الآخر، حينما شعر المواطن أن مواطنته جردت، لأنه المواطنة اليوم ناقصة الحقوق، ولا يمكن أن يحكم العراق بهذه الشاكلة. إذا كان هنالك إرادة حقيقية وتشكيل كتلة كاملة عابرة للطوائف، فبدون أدنى شك هذا الحل الأمثل. بهذه الحالة تكون المواطنة هي فوق كل شيء، يكون العراق بلد مدني يستوعب الجميع بشيعته بسنته بكرده بمسيحيه تركمان كلدانيين آشوريين سريان بجميعهم إزيديين. بهذه الحالة يمكن توجيه العراق إلى بر الأمان وإدارته بدفة حكيمة، ولا خيار أمامنا غير هذا الخيار. طيب سيد المياحي، يعني في الأفق إشارات لاحتمال ربما عقد العبادي لصفقات مع كتل سياسية لتجنب إقصائه عن رئاسة الوزراء، هناك ربما إشارة عن تفاهم بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة. يعني فقط عودا لموضوعة التوازن، اليوم فقط أطرح تساؤل استنتاجي وليس استنكاري، بمعنى اليوم الشيعة يمتلكون 180 نائب في البرلمان، هل يقبل الآخرين بأن يذهب الشيعة ويشكل الرئاسات الثلاث وكل المواقع في الدولة وفق الاستحقاق الديمقراطي الانتخابي القانوني؟ ما هو موقف الآخرين؟ فهذا أنا أعتقد اليوم هناك توازن، لا يمكن لأحد أن يدير الدولة بالنصف زائد الواحد
دون توازن. في موضوعة السيد العبادي وحزب الدعوة هناك يعني أنا السيد النائب طرح قال والسيد الضيف متفضلين قالوا علينا أن تخرج رئاسة الوزراء من هذا الطرف. أولا خل تخرج رئاسة الوزراء من حزب الدعوة، صار 10 سنوات هي أو 12 سنة بيد حزب الدعوة، حتى الخطوة الأولى تذهب للكتل، نجرب كتل أخرى داخل التحالف الوطني، وبعدين حتى نعطي فرصة للآخرين. أليس هذا استحقاق انتخابي لتتحدث عنه لحزب الدعوة؟ يعني احنا أكو تناقضات، مرة احنا نقول نؤمن بالاستحقاق الانتخابي، مرة نقول محاصصة. خلينا نوضح، أولا الآن احنا داخل التحالف الوطني هناك انقسام في دولة القانون، ما عاد دولة القانون تمثل الكتلة الأكبر. لنكن واضحين سيد محمد، حزب الدعوة لطالما يعني دولة القانون بالتحديد لطالما طالبت بالاستحقاق الانتخابي. نعم هو هذا اللي أنا جايك به الآن، اليوم نتحدث عن اليوم دولة القانون بكل جهودها، يمكن فريق السيد المالكي لا يتجاوز 45 نائب، بحيث هي لا تمثل الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني. هناك اليوم المباحثات لتشكيل قوى منسجمة لمشروع داخل التحالف الوطني تنطلق لمشروع أكبر لتشكيل كتلة عابرة. في هذا المشروع لو اكتمل سيقرر هل بقاء السيد العبادي ضروري أم لا، هل نأتي برئيس وزراء مستقل وحكومة مستقلة بالكامل وتكون مهمتها وظيفية إدارية أم لا. هناك معطيات جديدة، لكن للحظة حزب الدعوة منقسم على ماهية دعم السيد العبادي، بقاء السيد العبادي أم لتغيير السيد. هناك طرف كبير في حزب الدعوة هو مع تغيير السيد العبادي. أطراف التحالف سيد الوطني محمد عندما تولى السيد العبادي رئاسة الوزراء سميت حكومته أنذاك بحكومة الأقوياء، يعني حكومة الأقوياء وجر البلد جرى ما جرى، يعني نحن هل بحاجة إلى تجارب أخرى جديدة غير حكومة الأقوياء؟ نعم بالتأكيد سؤال مهم جدا. أولا نتفق جميعا لا يمكن أن نسمح لأنفسنا أن نخوض تجارب سيئة وسلبية. الشيء الثاني حكومة الأقوياء عندما كنا نحن مجلس الأعلى من الداعمين والمساندين، حكومة عندما يكون فيها رؤوس كبيرة مثل السيد عادل عبد المهدي، السيد الجعفري، السيد الشهرستاني، يعني من الخط الأول كانت حكومة قوية. لكن وين المشكلة؟ نتذكر جميعا عندما كان هناك هياد شعبي وكانت الجماهير تهتف للسيد العبادي، السيد العبادي لم يستثمر الفرصة، بعد 6 أشهر أو 8 أشهر عندما عاود الضغط الشعبي وهتف بالضد من السيد العبادي، السيد العبادي أراد أن يكسر الجرة أو يحاول يدور الأزمة وذهب وربما ضحى بوزرائه، وهو يناقض نفسه عندما يقول ليس المشكلة بالوزراء وأنا مع فريق منسجم وكذا وكذا، لكن أنا أريد أغير الوزراء. لذلك المشكلة من الاحتيال، من الكذب، من الفوضى السياسية أن نقول بأن المشكلة في الوزراء. أخي مشكلتنا اليوم في أن هناك أسس، علينا أن نذهب لأسس المشكلة. لدينا مشكلة في إدارة الدولة، في المنظومة التي تقود، في سلطة القرار، في الدولة العميقة، في الرئاسة، في الهيئات، في الوكلاء، في المدراء، في القوانين صدام اللي تحكمنا، في الفساد. خلينا نفتح ملفات الفساد من 2005، ملفات الجريمة المنظمة. ليش احنا ظالين بس احنا كل تتهم الكل وجميع تتهم الكل وكلها ظالة ما تدري شو يسوي؟ هذا الإرباك السياسي. السيد العبادي يتحمل المسؤولية الكبرى ومن بعده يتحمل التحالف الوطني. نعم. التحالف الوطني لحد هذه اللحظة ليس بقدر المسؤولية. السيد العبادي غير كفوء على التحالف الوطني أن يغير السيد العبادي، لأننا لسنا في دولة معصومين، ليس هناك شخص معصوم على إرادة الدولة وإرادة الناس التي ما زالت تئن من المشاكل والفساد والفوضى. سيد زنقنة، يعني في ظل اعتكاف السيد الصدر لمدة 2 شهر، يعني لو كنت مكان كتلة الأحرار كيف سيكون المسار السياسي لكتلة الأحرار برأيك؟ طبعا في الأزمات على أي جهة سياسية عليها أن تكون تأخذ الحيطة في التصريح أو التصرف بأي طريقة ممكن قد تخرب عملية كبرى. يعني أعتقد بأنه مسألة التأمل مسألة مهمة جدا في التصريحات السياسية وفي إطلاق التصريحات. اليوم نلاحظ أنه أغلب الأخوة في الأحرار غير مخولين في التصريح، لا لشيء، لا لأنهم
لا يعلمون أن يتحدثوا أو أنهم يفتقرون إلى اللباقة في الكلام وما إلى ذلك، ولكن يتخوف أن تكون هناك الجهات المتربصة أنها تبني متبنيات خاطئة يعني على التصريحات ثم تحصل مشكلة كبيرة. أعتقد اليوم صمت التيار، وأنا أشاهد اليوم هناك صمت كبير من قبل التيار، هو يعني اللي كي يريد أن يقول نريد ننظر كيف تنضج الأمور حتى تكون لديهم لمسة، لا تكون هناك اعتباطية وعشوائية في اتخاذ القرارات. قد يأتي برلماني حينما يعني من التيار ويعطي وجهة نظر، أعتقد أنه يعطي وجهة نظر خاصة به كبرلماني، ولكن لا يعطي وجهة نظر خاصة بالتيار الصدري عموما. هناك من يعطي وجهة نظر الجماهير، يعني شاهدنا أنه كيف هناك كان متحدث رسمي باسم المعتصمين المتظاهرين، هناك كان متحدث باسم مكتب السيد الشهيد صدر، باسم متحدث باسم سيد مقتدى صدر، هناك متحدث باسم كتلة الأحرار. بالتالي لديهم الكثير من المتحدثين من يستطيعون أن يتصرفوا في ظل هذه الأزمة. أما اليوم حينما التبست الأمور يجب أن تؤخذ مسألة التروي والتحكم أو الحكمة مثلا في اتخاذ القرارات. لا يمكن اليوم أن تترك الأمور هكذا على عواهنها، بقدر ما أنه هناك عملية تصفية القرارات لتأتي، وأنا على يقين أنه في الأيام القادمة سوف تكون هناك قرارات ناضجة جدا من قبل الأخوة في التيار الصدري، كما حصل قرار ناضج من قبل الأخوة في المجلس الأعلى، وربما قبل أيام كان هناك تهدئة من قبل السيد المالكي. كل هذه الأمور مؤشرات بأن هناك عملية تصفية البيت الداخلي، لأنهم عرفوا بعد أن هدمت أسوار الخضراء، عرفوا بأن المواطن أصبحت لا تقف أمامه عائق اسمه الأسلاك الشائكة، أسلاك المكهربة، الصبات الكبيرة، البنادق، وجدوا بأن المواطن أصبح اليوم مستقتل. حينما الكل وصلوا إلى هذه النقطة، حينما الكل وصلوا إلى هذه الحقيقة، أصبح على الكل أن يتخذوا طابع التهدئة لكي يأتوا بقرارات بتروي وهدوء لإنهاء هذه الأزمة بما فيهم كردستان وكل الجهات، سنيا كرديا عربيا شيعيا أيا كان، سمهم ما شئت. سيد جوزيف، أنتم كيف تنظرون لموقف الأحرار وقبل ذلك لرؤية السيد مقتدى الصدر لمشروع الإصلاح؟ يعني أنا أريد أن أوضح فقط أن التظاهرات ليست مقتصرة على التيار الصدري، وإنما من بدأوا بالتظاهرات هم كانوا المدنيون، ولا زالوا مستمرون في تظاهراتهم في ساحة التحرير، وباقي المحافظات الأخرى مطالبين بدولة مدنية، أو بالأحرى لهم شعار خط حرية دولة مدنية. وانضموا إليهم بقية التيارات الأخرى، ومن ضمنهم الأخوة في التيار الصدري. ولكن أنا أعتقد ما جرى أخيرا من الاعتقال من السيد مقتدى الصدر، أنا على مستوى الشخصي لا أريد أن أعلق، لأنه حقيقة لحد هذه اللحظة لم أفهم ما هي الغاية الحقيقية من هذا التراجع إلى الوراء. أنا أعتقد الزمن كفيل بإظهار الحقيقة أو نكتشف الحقيقة ماذا كانت الغايات وما كانت هي الأسباب الحقيقية. هل تعتقد السيد جوزيف، هل تعتقد أن سمحت لي، هل تعتقد أن اعتكاف السيد الصدر هو خطوة إلى الوراء؟ يعني أنا لا أريد أن أظلم أحد، ولكن أنا أعتقد هنالك بعض العلامات الاستفهام على هذا ما حدث يعني حقيقة. ولكن أعتقد الزمن كفيل، ولن يكون هنالك شيء يخفي على الشعب العراقي وعلى السياسيين العراقيين. فمثل ما نقول إحنا بالعراقية باللهجة العراقية، العراقيين مفتحين باللبن. يبدو أن سيد صباح زنقنا له رأي في هذا الأمر. سيد صباح، يعني أنا أرى بأنه الذي يريد اليوم أن يرمي بسهم عبر القوس فإنه يرجع السهم إلى الوراء قبل أن ينطلق، وكذلك حتى الذي يريد أن يحقق اليوم ضربة جزاء يرجع إلى الوراء ثم يوجه ضربة. لهذا لا أعتقد بأنه دخول السيد الصدر في الاعتكاف أنه وصلت نوع من الهروب أو من الانهزام. نعم، وصلت الفكرة. نعم، أكمل سيد جوزيف.
عفوا، هل لك أن تضيف شيء أو تعلق على ما طرحه السيد صباح؟ لا لا، أنا كل ما أريد أن أقوله أنا لم أعلق وأتحفظ بالتعليق على هذا الموضوع. نعم نعم، لأنه ليس لدي معطيات واقعية. هذا واضح. نعم، وأعود وأقول لا أريد أن أظلم أحد. نعم سيد المياحي، هناك حراك لعزل التيار الصدري، الكتلة العابرة مثال مثل هذا الحراك. بالتأكيد الكتلة العابرة هي ستكون مفتوحة أبوابها للكل، لا تستثني أحد، والتيار الصدري شريك مهم في العملية السياسية. لما لا نتحدث بواقعية أكثر سيد محمد، يعني هي ربما هذه الخطوة لتحييد التيار الصدري. لا لا بالعكس، من قال ذلك؟ هل سمعت تصريحا؟ أو لدينا لحد هذه اللحظة تنسيق مهم؟ يعني المعطيات تشير هذا المراقبون بما يجري. بعض الخيالات، ليش نقول المعطيات؟ الآن أتحدث بشكل واضح، لحد هذه اللحظة لدينا تنسيق مهم مع التيار الصدري، ولدينا يعني توافق كبير في موضوع التنسيقات العامة. نعم نختلف في التكتيكات، وقولها هناك أعضاء في التيار الصدري، أعضاء في البرلمان لم يكونوا موفقين وأحرجوا السيد الصدر كثيرا، وربما هم ساهموا في إبعاد بعض الحلفاء من التيار الصدري. وأعتقد أن السيد مقتدى الصدر قادم على أن يكون لهؤلاء جزء من الإصلاح الذي يناشد به. نعم الكتلة العابرة لا نقبل باستثناء أحد من يؤمن بهذا المشروع. إذا كان التيار الصدري يؤمن بهذا المشروع، نحن الآن نخوض مفاوضات، نريد أن ننطلق بمشروع، لا نريد أن نحتكر نحن كمجلس أعلى، ولا نريد أن نحتكر القرار أو الكتلة أو ما شابه. ستكون هناك إدارة، تكون هناك نظام داخلي، آليات، سياسات عامة، أهداف مشتركة. من يؤمن بهذا إيمانا حقيقيا، لا يمكن أن يؤمن بشيء وفي اليوم التالي يفعل شيء ويحرجنا أو يربك العملية السياسية. هذا ما نريد أن نقوم به. أنا أقول لحد هذه اللحظة المواقف التيار الصدري في العموم هي إيجابية، لكن تحتاج إلى ضبط إيقاع بعض النواب الذين يحاولون التصعيد ويريدون التصعيد وربما ينمون في التصعيد. هؤلاء على التيار الصدري ضبط إيقاعهم حتى لا يحرجوا التيار في مواقفه مع حلفائه. بطبيعة سيد زنقنة، يعني هل سيرضى نواب كتلة الأحرار بالعزل السياسي أم سيصلون إلى تسويات معينة مع كتل سياسية تضمن بقائهم في فاعلين في الحكومة والمشهد السياسي كعموم؟ يعني أنا كمراقبة أتحدث اليوم، لا أحد يرغب في أنه يزاح بالنيابة عن الآخر أو يكون كفش فداء عن الآخر، ولكن ممكن عملية تشذيب الصراع أو تقليل من الصراع. فبدل ما أن أشرك المواطن في صراعي، أحاول أن أخفف الصراع في إطار زوايا بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن الضغط الجماهيري. لا أتسلح بالجماهير لكي أضغط على البرلمانيين ليحققوا لي شيء، ولا أقوم بتظاهرة بالضد من هذه التظاهرة ثم نعيد ونكرر قضية البلطجية في مصر أو قضية الشبيحة في سوريا وما إلى ذلك وتنتهي بنهايات مأساوية. الشعب العراقي عاش تلك التجارب الإعلامية ورأى بأم عينه كيف أن الدولة انهارت بعد تظاهرات أصبحت فيها تظاهرات غير مسؤولة. اليوم ولله الحمد أنا أرى بأن التظاهرات مسؤولة، والمسؤولين أيضا هم لديهم رؤية، ولكن المشكلة أين؟ المشكلة هي أنه البرلماني عنده رؤية قد تختلف مع رؤية الأحزاب الموجودة. نعم يعني هناك تقاطع يحصل، يعني ولا ماذا نسمي بعض الناس الذين أقبلوا على الاعتصامات؟ ولا يعني أنه انفك عن حزبي. نعم يستطيع، والله أنا أتمنى أنه اليوم العراقي أنه يحقق المعارضة الحقيقية. شاهدنا كيف أنه هناك حالات من الانهيار المالي حصل وإخفاق ترك المواطن في كردستان يأن تحت ضغطة الأحزاب، ضغوط الأحزاب، وكيف أنه بعض الأحزاب استغلوا المواطن الكردستاني ولم يحقق له الأشياء القوية. كان هناك المعارضة السلمية التي حصلت، كان غوران أو غيرها من المعارضات، هذه المعارضة حققت نوع من الموازنة. المعارضة كانت معارضة سلمية ولكنها تعاملت بالإعلام، تعاملت بالقوة الباردة لا بالقوة الساخنة كالقتل والاحتكام إلى السلاح وما إلى ذلك. نعم. ولكنهم حققوا أهدافا من إيجاد موازنة وخلق كردستان آمن مطمئن ومناطق نعم جيدة نطمح في يوم من الأيام أن تكون
بغداد كأربيل وغيرها. ولكن نعم آسف فقط. ولكن عندنا نحن السياسيون يعني الذي وجدناهم للأسف الشديد غالبيتهم يميلون إلى رؤية الأحزاب لا إلى أنه هو يمثل المواطن بالدرجة الأساس قبل أن يمثل الحزب. نعم سيد جوزيف، يعني هل تتوقعون الوصول إلى مرحلة الصدام السياسي إذا ما تحدثنا هنا يعني عن القيادات الكردية بالتحديد؟ يعني أنا لا أعتقد الأمور سوف تصل إلى الاصطدامات، ولكن أعتقد لن نخرج بحلول مرضية مقنعة للشعب بهذه السهولة. أنا البارحة قلتها على القناة العراقية وسأقولها هنا أيضا، للأسف الشديد بعض الأطراف لا يزالوا، أنا هنا أقول بعض الأطراف لا يزالوا ينتظروا رسائل من خارج الحدود ليطرحوا حلولهم وآرائهم، وهذا شيء يعني لا ينصب في صالح البلد. ولكن بالمجمل وبالنهاية على الجميع أن يفهم الشعب هو مصدر السلطة، وجميع نعم. السياسيين ذاهبون والأحزاب نعم. لم يبقى لي إلا القليل. سيد جوزيف، سيد المياحي بدقيقة واحدة لو سمحت، هل تتوقعون انعقاد الجلسة النيابية؟ يعني بطبيعة الحال أنا أعتقد العملية السياسية تحتاج إلى عملية جراحية كبرى لإزالة الورم الموجود، إضافة إلى على البعض أن يحترم إرادة الشعب ويعترف بحجم الطبيعي ولا يتصرف كأنه بدلا من دولة، إضافة إلى على البعض أن يعترف بفشله في إدارة بعض الملفات وعليه أن يعطي فرصة للآخرين. هذا الأسبوع لا يمكن عقد جلسة مجلس النواب، هناك حوارات، هناك أفكار، البرلمان يجب أن تكون فيه معارضة إصلاحية وكتلة تقود الحكومة والوضع السياسي، لأننا لا يمكن العودة إلى نعم. التحالفات التقليدية التي لم تنتج شيئا إيجابيا. نعم باختصار سيد صباح، يعني الحل هو مطلب الجميع لكن طرق الوصول إليه كثيرة ومتفرعة، هل ترون أن الحل بعقد جلسة مجلس النواب أم أننا لابد لنا أن ننظر إلى أبعد من هذا الأمر؟ بنصف دقيقة لو سمحت. يعني لا نريد أن تكون جلسات استعراضية أو مصارعة حرة فقط المواطن يكون متفرج فيها ويولد غليان في الشارع. إذا كانت لديهم فكرة فليعززوا فكرتهم يعني قليلا بعيدا عن الأضواء، وإذا نضجت هذه الفكرة نعم. فليقدموها إلى البرلمان، لا أن يقوموا باستعراضات أمام المواطن. نعم باختصار سيد جوزيف، إذا ما عقدت هذه الجلسة من سيتخلف عن هذه الجلسة باختصار؟ يعني أنا أعتقد إذا أخذ الوقت الكافي نعم. وتمت المشاورات بصورة صحيحة واستطاع السيد سليم الجبوري إقناع الكرد بالعودة إلى مجلس النواب العراقي، أنا أعتقد سوف يكون يعني مجموعة سوف لن تدخل هذه الجلسة ألا وهم من يسمون يعني نفسهم المعتصمون. نعم. وكذلك لا نخفي ما يحدث وراء الكواليس، فمن كل من يشعر بالغبن سوف يدخل الجلسة. متحدث إلينا عبر الأقمار الصناعية من أربيل رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوة، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. الشكر موصول لضيفي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد عضو ائتلاف المواطن الدكتور محمد جليل المياحي، شكرا جزيلا لك. والشكر لضيفي عبر الأقمار الصناعية الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صباح زنقنة، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. والشكر موصول لكم سادتي الأكارم، ختاما نشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.